السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أخوتي الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فيديو خاص جدا للمبتدئين، يعني اللي أي واحد بغى كيحب يمارس هذه الهواية المميزة إن شاء الله. غنعطيكم طريقة بسيطة جدا، يعني بدون قصبة، بدون شباك، بدون أي معدات نهائيا، يعني تكلفة ضئيلة جدا. يكفي فقط تشتري الجرارة ديال الخيط، النايلون مثلا ديال 40، مثلا ديال 40 مزيان، وتشري يعني جرارة صغيرة جدا ديال الترقيعة، ممكن تستعمل فقط 30، الخيط ديال 30، يعني تشري وحدة ديال 40 وتشري وحدة ديال 30، تقريبا يطيح عليك بزوج تقريبا 30 درهم، 35 درهم، يعني أشياء بسيطة جدا. ومنها راه كتبقى عندك لمدة طويلة جدا تصطاد بها مرات ومرات. هنا كنخاطب دائما الناس اللي عندهم الميناء، يعني المون في المدينة ديالهم، يعني قريب لهم شي مون فيه العمق، يعني الطريقة راه ممتازة جدا، إضافة لكل المناطق الأخرى اللي كيكون فيها صخور مثلا، ومباشرة تحتها كاين أعماق كبيرة، يعني كاين العمق مباشر تحت الصخور، ممكن نقفو في هذه الحافة ونرميو مباشرة تحتنا. هذه الطريقة راه فعالة جدا، يعني ممكن نصيدوا بها الشرغو، أنواع كثيرة جدا من الأسماك بطريقة جميلة جدا. وما نخفيش عليكم أنه كل الرياض تقريبا، ممكن نقول لكم أنه أغلبية الرياض راه هذه الطريقة باش بداو الصيد، يعني هذه الطريقة ضروري تمر منها، هي اللي كتكسبك التجربة المناسبة للصيد من بعد. يعني كنشوف ناس كيزربوا مباشرة، كيشروا القصاب وهذا، يعني من الأحسن تدرج وحدة بوحدة. وهذا الفيديو إن شاء الله قرب الصيف، وبغيت الكل يتعلم إن شاء الله، كل شيء يتمتع، كل شيء يدوز نهار زوين، يعني وما فيها بس نستعملوا هذه الطريقة البسيطة جدا اللي غنشرحها لكم بأبسط الطرق إن شاء الله. يعني أول حاجة الإخوان كنحتاجوا قارورة، يعني ممكن نستخدموا قارورة صغيرة بحال هذه، يعني ديال المياه، ممكن نستعملوا قارورة أكبر منها شوية، هذه عرفتوها، هذه راه معروفة حيت ليها الغلاف راه باينة. يعني علاش هذه كان عزيز عليا القارورات اللي فيهم القعر هكا مقعرة، يعني أي قارورة كانت مقعرة بهذا الشكل راه ممتازة جدا. الإشارة كاين واحد القارورة صغيرة بحال هذا الشكل كتكون مقعرة، كاينة ديال هذا المشروب، كاين ديال واحد الخل الصفر، يعني كيكون فيه واحد الشكل مقعر كتير، هادو مناسبين جدا لانه كيخليو لنا المكان فين نربطو السبيب ديالنا، فين نلفوه اللف ديالو، يعني هاد المنطقه كتهز لنا السبيب مزيان. اذا على بركه الله غندير لكم مثال بهاد القاروره الصغيره باش ما نطولش عليكم. خدينا مثلا الجراره ديالنا، هي هادي مثلا ديال 40 على سبيل المثال. اذا اول حاجه كنديروا الاخوان كنفتحوا القاروره ديالنا بهذا الشكل، كندخلوا هاد الراس ديال الخيط كندخلوه في الداخل كما كتشوفوا، كندخلوا واحد الجزء وكنغلقوا عليه باحكام بهاد الغطاء كما كتشوفوا. دابا راه عندنا الخيط ديالنا مغلق باحكام هنا. هنا دائما هو فاش كنشدوا، وهنا السبيب هكا باش كنرميوه، يعني كنجيو لهاد المنطقه كنشدو بصبعنا وكنبداو ندورو، بسم الله كندورو وكندورو للجهة الأخرى هكا باش كنحكمو هاد الخيط ديالنا هو الأول. يعني إلا كان عندكم مثلا الغيرة أو سكوتش، مثلا سكوتش لصاق، ممكن ندورو على هاد المنطقة هو الأول باش كنخليو بحال قلتي الحدود ديال انتهاء الخيط، يعني باش ميتسحبش كلو هكا، مزيان كنعرفو النهاية ديالو. ما كاينش ما فيها بس ندوروه بهاد الشكل لأنه عادي جدا، ممكن يعني كندورو تقريبا كنلفوه مزيان، كنلفو عدد كبير، ممكن نقول لكم أقل حاجة 50 متر، أقل حاجة نهائية خص تكون 50 متر على الأقل، ولكن مزيان يكون أكثر، يعني باش ما قدرتو تملؤوا هاد القارورة ديالكم ممتاز. أنا مغاديش نطول في هاد الطريقة لأنه مبغيتش نطول عليكم الفيديو أكثر، غندير مثلا انه ساليت العمارة ديالي ديال القارورة ساليتها. هنا كنجيو كنقطعوه، هنا ساليت العمارة ديالي، هي هادي القارورة ديالي عمرات كما كتشوفوا. دابا اش غندير هادي كما كتشوفوا لي ميريون او المدور، يعني غنجيب لكم المونتاج، اسهل مونتاج على الاطلاق الاخوان. هادشي ضروري تشريوه، كتشري مدور كما كتشوف، كتشري صنارة، يعني صنارة إخوان حاولوا تستعملوها اللي فيها الحلقة
باش تجيكم سهله في المونتاج ديالها في الخيط. يعني ما تحاولوش تشريو صناره عاديه لانها صعبه شويه، غتعطيكم بعض الصعوبه، كاين اللي كيعقد العقده ولكن كتفتح ليه من بعد، يعني ممكن يشد السمكه وتفتح ليه. يعني ندير عقده قويه وسميكه في اللي فيها الحلقه من الاحسن. وكنحتاجو رصاص بالطبع 50 60 غرام 30 غرام على حسب المنطقه اللي بغيتي تستهدف، ولكن على العموم كنديروا 30 30 غرام كتكون ممتازه جدا. اذا اول حاجه الاخوان كنستعملوا كندخلوا الرصاص ديالنا في القاروره بهذا الشكل، هذا الرصاص ديالنا دخل، كنجيو كنربطوا المدور. يعني عقلوا الاخوان هذا الشيء راه بسيط جدا، كنحاول نعطيكم ابسط ما يكون. يعني كما كتشوفوا كندخلوا الخيط في المدور بهذا الشكل وكندوروا، هذا كندوروه. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط لكم الاخوان، لانه كنحاول نوصل الفكره للكل. الهدف ديالنا الاسمى في القناه الاخوان الكل يصيد الكل، لانه خصوصا في هذا العصر الاخوان كنحتاجوا للراحه النفسيه، كنحتاجوا لبعض الاوقات كنكونوا فيها وحدنا، يعني وخصوصا جنب البحر. احسن حاجه هي نكونوا في جنب البحر، لانه كتكون واحد الهاله من الاكسجين كتكون محيطه بنا، كتكون ايجابيه جدا، كتعطينا الطاقه والتحفيز. اذا الان كنجيو كنديروا الصناره ديالنا، كناخذوا الخيط ديالنا اللي قلنا ديال 30 اللي اشترينا ديال 30، كنقطعوا فيه واحد القطعة مثلا ديال 40 سنتيم نصف متر تقريبا. كنربطوا صنارتنا بنفس الطريقة اللي درنا المدور، هي اللي غنديروا الصنارة. داكشي علاش جبت لكم صنارة بحلقة باش يجيكم سهل جدا تربطوها. كندوروا الخيط، كندوروه ومنها راه في الإعادة إفادة، كندخشيوه كنجرو هذا الشكل كما كتشوفوا. هذا هو محكم، كنقطعوا الزياده، هذه هي صنارتنا كاينه في الخيط. اذا كناخذوا الراس تاع الخيط الاخوان كنديروه في المدور، المدور ديالنا اللي فيه الخيط ديال القصبه اللي فيه الصناره. كناخذوا الخيط ديالنا كنديروه في المنطقه الاخرى ديال المدور، نفس المونتاج الاخوان نفس العقده، كندوروا هنا. هذه راه عقدة جيدة الإخوان، يعني تقدروا تعتمدوا عليها في الصيد، وبسيطة وأسهل عقدة على الإطلاق، ما كاينش عقدة أخرى أبسط منها نهائيا. كنتمنى تحبوا هذه الهواية الإخوان، كنتمنى. إذا هذا هو المونتاج ديالنا الإخوان كما كتشوفوا، اللي كنساليو مثلا بحال هكا كنزيرو كلشي، وكناخذوا صنارتنا وكنضربوها في القاروره ديالنا بهذا الشكل كما كتشوفوا. ها هي راه مجموعه مرتبه، ملي كنبغيو نصيدو كنجرو يعني بهذا الشكل، كنديرو الطعم ديالنا في الصناره وكنمسكو به من هنا وكندورو كندورو وكنطلقوه، يعني كنشدو هنا كنخليو السبيب يمشي كيخرج، كندوروه بحال هكا كندور كدور كدور وكتصيفط، يعني كيمشي بالرصاص تقل الرصاص كيخرج. سينو جاتكم صعيبه الاخوان كنخرجوا السبيب ديالنا على الاقل واحد 5 الامتار كنخرجوا، ما نحركوش رجلينا، كنبقاو ثابتين بلاصتنا باش ما نخبلوش الخيط، لانه الا تخبل الخيط راه صعب يتفك. يعني كنوقفوا في بلاصتنا كنخرجوا واحد 5 الامتار ديال الخيط، كنشدوا الرصاصه والطعم بهذا الشكل وكنصيفطوهم للبحر بقوه لداخل، يعني كيمشي داك الخيط وكنطلقو هنا باش كيخرج معاه السبيب. ملي كيخرج راه كنجمعو حتى كنحسو بالخيط انه مشدود جيد مع الرصاص، كنتسناو حتى كيجي الضرب ديالنا. ملي كيجي الضرب كنحاولو نجمعو بسرعه، كنجمعو بسرعه وكنطلعو في السمكه ديالنا. الا كانت كبيره وما كتسمحش لينا الوقت باش نجمعوه، ممكن نجمعوه بيدينا مباشره، كنجمعو الخيط مباشره، ولكن نفس الشيء ما نحركوش رجلينا باش ما يتخبش لينا الخيط وما نحطوش السمكه ديالنا فوق الخيط. يعني ملي كنجبدوا السمكه كنحاولوا نحيدوها على الخيط، كنحيدوها وكنجمعوا عاد كنجمعوا الخيط ديالنا في القاروره. كنتمنى يكون هذا الفيديو مفيد، وان شاء الله خصكم تجربه تجربوه وتعلموا ان شاء الله، غيعجبكم ان شاء الله هذا الخير
احسن هوايه هي هذه ان شاء الله. حاولت الان نعطيكم فيديو بسيط للغايه، يعني ابسط ما يكون. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا اخوان الكرام، وشكرا جزيلا لكم المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم.